حياكم الله في حلقة جديدة وموضوع جديد في سايبر توك. اليوم راح نتكلم عن أهم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 في تحفيز المواطنين للتعامل مع الأجهزة أو إلى الانتقال إلى الرقمنة وربط أمورهم وهويتهم الإلكترونية مع تطبيق هويتي، وهو موضوع حلقتنا اليوم. وشلون تطبيق هويتي في ظل الجائحة ساعد ومكن العديد من الناس من أن هم يربطون معاملاتهم اليومية مع البنوك، مع الشركات، مع الجهات والمؤسسات الحكومية في منظومة متكاملة بدون لا يطلعون من مكانهم لتوفير الأمان خلال الجائحة. ومن أهم الخطوات اللي خطتها الكويت في هذا المجال هو الهوية الرقمية عن طريق تطبيق هويتي. بعد الفاصل راح نتابع مع ضيفنا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ونتعرف على المزيد من مميزات هذا التطبيق بشكل عام. من أهم الخطوات اللي خطتها دولة الكويت في عالم التكنولوجيا إصدار تطبيق هويتي من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اللي وفر للمواطنين والمقيمين بطاقة رقمية معتمدة في إثبات الهوية مع أزمة كورونا والجائحة وتطعيمات كوفيد 19 وأخذ اللقاحات. ساهم تطبيق هويتي بتسهيل مهمة معرفة الناس اللي خذت وطعمت اللقاح، وأيضا تطبيق هويتي ربط كثير من الخدمات من الجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص والبنوك بخدمات هويتي الإلكترونية. وساعد تطبيق هويتي على تحفيز المواطنين على الاندماج مع عالم تكنولوجيا المعلومات الجديدة وجعل الاستخدامات المتطورة للخدمات الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من تعاملاتهم اليومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة لرؤية كويت جديدة 2035. والحين مع ضيفنا الأستاذ ناصر العتيبي، مدير إدارة التشغيل والدعم الفني للهيئة العامة للمعلومات المدنية. نقول حياك الله في برنامج سايبر توك، منورنا. حياك الله ومساء الخير، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نكون إضافة طيبة للبرنامج. أكيد لا شك، يمكن إحنا من بدايات برنامجنا سايبر توك وايد نسولف عن تطبيق هويتي، واليوم تطبيق هويتي هو محور خلينا نقول حلقتنا لأسباب وايدة. بس بالبداية تقول لنا أستاذ ناصر، ليش لازم كل شخص ينزل تطبيق هويتي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تطبيق هويتي يعتبر خدمة مقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عبارة عن نسخة رقمية للبطاقة المدنية فيها جميع مميزات البطاقة المدنية الذكية اللي هي المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إضافة للقراءة الآلية عن طريق الكيو آر، وخدمة الإشعارات اللي أضيفت مؤخرا. طبعا الكل يعني حتى يستفيد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، حتى يستفيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية عليه أنه ينزل التطبيق هويتي للاستفادة حقيقة، لتسهيل معاملاته، وكذلك أنه يعني يستخدمها كبطاقة بديلة عن البطاقة المدنية في حال عدم وجودها، لأن مجلس الوزراء أصدر قرار بالاعتداد بالبطاقة الرقمية حال البطاقة في المدنية في تعريف هويته في إجراء خدمات. حلو، يمكن هذه واحدة من النقاط بعد اللي يمكن تكمل التصور اللي إحنا كحكومة إلكترونية والتوجه إلى التحول الرقمي لكويت الجديدة والتنمية المستدامة في 2035، هي رقمنة الهوية بشكل عام حق الأفراد وتسهيل أمورهم من حيث المعاملات اليومية مثل ما تفضلت. فتكلمنا عن الشرائح المستفيدة، أكثر الشرائح المستفيدة من هذا التطبيق بشكل عام الكويت. الشرائح هي جميع المواطنين والمقيمين يستطيعون يستفيدون من هالخدمة. على ذلك الجهات
سواء كانت حكومية أو خاصة لتطوير خدماتها من خلال تفعيل المصادقة للدخول الآمن للمواقع الإلكترونية وإجراء التوقيع الإلكتروني أو القوة القراءة الآلية للكيو آر واستفادة من خدمة الإشعارات حقيقة اللي أول ما دشنها وزارة العدل في الإعلان الإلكتروني. ممتاز. بخصوص خلينا نتكلم شوية عن غير شو اسمه هو للكويتي ولغير الكويتي. نعم. من ناحية المميزات الأساسية اللي يستفيد منها الشخص في التطبيق يعني مقارنة بالبطاقة الفيزيكال أو شو اسمه يعني هل هي الإشعارات يعني شنو الإضافات اللي يقدر يحصلها لو هو فعل هذا التطبيق؟ طبعا هي علاوة على أن كنسخة رقمية للبطاقة المدنية يقدر يستخدمها حال البطاقة المدنية البلاستيكية، لكن هناك فيها ميزة التحقق من الهوية للدخول الآمن للمواقع الإلكترونية لإجراء معاملاته، كذلك فيها ميزة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على المعاملات من أي مكان وبأي وقت يعني. كذلك ميزة القراءة الآلية للكيو آر، خدمة الإشعارات يعني الاستفادة منها اللي التنبيهات على شيء حالة الشخص انتهاءها او غيره او هذه الامور. بالضبط. اوكي نوقف شوي عند التوقيع الالكتروني. اذا في ناس يمكن وايد ما تعرف ان هي ضمن التطبيق نفسه التوقيع الالكتروني، لو تبي تفعل توقيعها الالكتروني وين تروح وشلون تفعله؟ طبعا التوقيع تطبيق هويتي في عده مميزات، تفعيل المصادقه الإلكترونية هي من خلال التطبيق نفسه، طريقة التفعيل هي عن طريق اللايفنس ويتفعل. أما تفعيل التوقيع الإلكتروني هو يحتاج لزيارة مكاتب الهيئة أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية اللي موجودة في بعض المراكز، وإن شاء الله قريبا راح نطلقها في المولات المهمة. لأن التوقيع الإلكتروني أكثر حجية، لأنه هو يعتبر توقيع للشخص على المعاملات، فتحتاج إنه حضوره أمام جهاز الخدمة الذاتية مع بطاقة المدنية، وهو يتعامل مع الجهاز الخدمة الذاتية التحقق منه موجود والتوقيع على اتفاقية إنه يتحمل المسؤولية ويصدر له التوقيع الإلكتروني، لأن هذا راح يكون دائم معه. دائم. فهو متى ما فعله عن طريق الجهاز الآلي أو عن طريق أحد مراكزكم خلاص يقدر يصير ثابت ومربوط بكل الجهات، يعني لو انطلب من أي جهة هو عنده مفعل ويقدرون يعني هو الآن عليه. الآن الدور دور الجهة تربط مع الهيئة من خلال تطبيق هويتي لتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين باستخدام يكون بوابته تطبيق هويتي للاستفادة من التوقيع الإلكتروني. حلو. إنزين يمكن ناس تتساءل شنو هي التقنيات اللي من ناحية الأمن والضمان اللي استخدمت في تطبيق هويتي والتوقيع الإلكتروني بشكل عام من قبل الهيئة؟ رعينا عند تصميم تطبيق هويتي أعلى المعايير التكنولوجية الأمنية، ومنها الشهادات الإلكترونية البيكي آي سيرتيفيكت الصادرة من الجدر العام لدولة الكويت اللي تشرف عليه الهيئة العام المعلومات المدنية حسب قانون المعاملات الإلكترونية 20/2014، وهي تعتبر التكنولوجيا الأكثر أمانا والأصعب اختراقا، وتعتبر الكويت من مصاف الدول العالمية لديها هوية رقمية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين. ممتاز. نرجع لكم بعد الفاصل مع أسئلة مع أستاذ ناصر العتيبي. في فقرتنا سوشيال توك نسلط الضوء على الشباب اللي حققوا نجاح كبير في عالم السوشيال ميديا واستخدموا التكنولوجيا والتطبيقات والبرامج بشكل إيجابي وفادتهم في حياتهم المهنية. وضيف فقرتنا اليوم عبد الحميد الصقر، مدرس مساعد في المعهد العالي للفنون الموسيقية، حول هوايته ودراسته الأكاديمية وحبه للموسيقى وللفنون التراثية الكويتية والإيقاعات، وعمل تطبيق مختص بعرض الإيقاعات الكويتية الأصيلة.
وفكرة عمل التطبيق. في البداية قبل فكرة الابليكيشن أصدرت ألبوم وثقت فيه لقاعات الكويتية تقريبا كلها. بعد فكرة الألبوم وعقب ما أصدرته جتني وايد يعني اتصالات و يعني يكلموني إنه حلو اللي سويته، لكن ليش ما أرفقت تدوين الإيقاعات. فجت الفكرة إني أسوي أبليكيشن، بس في البداية حصلت صعوبة ماني قادر يعني أبدي أول خطوة. جتني عروض وايدة من شركات، من أشخاص عندهم أبليكيشنات، بس كنت رافض. لين يوم من الأيام كلمني واحد بالإنستغرام دايركت، مرحبا يا هلا حياك الله، قال لي حاب أتكلم وياك بموضوع، أبي رقم تليفونك. قلت له تفضل، هذا رقم تليفوني. والله بعدها بساعة تقريبا اتصل علي، ولا من أمريكا كلمني، قال لي أنا حاب أتعاون وياك في أبليكيشن. يقول أنا عندي أبليكيشن في المقامات الشرقية، في الإيقاعات الشرقية، وحاب أخصص لك صفحة من ضمن الأبليكيشن هذا بالإيقاعات الكويتية. قلت له تمام، عطني فكرة عن الأبليكيشن مالك. فبعث لي طريقة الأبليكيشن ماله، اعجبتني، اقتنعت فيها. قلت له بس أنا في بالي يعني شيء معين أبي أسويه إذا تقدر. قال لي شنو؟ قلت له أنا لأن إحنا إيقاعاتنا الكويتية هي مو نفس الإيقاعات الشرقية. الإيقاعات الشرقية ممكن يكون فيها خط واحد من الإيقاعات، سواء يكون الدف أو الطبلة. قلت له إحنا الإيقاعات الكويتية أو الخليجية بالذات لها أكثر من خط، يعني خط الطبل البحري، خط الطار، في بعض الفنون تكون فيها اللي حلل، مرواس، الهاون والطويسات. قال لي تمام، عطني تصورك وأنا راح أسوي لك اللي أنت تبي. قلت له خلاص. فرسمنا الخطة أنا وياه ودزيت له. قال لي عطني وقت علشان أبلش بالفكرة يعني. وبعدها دز لي الفكرة اللي كانت في بالي، ويعني سبحان الله نفس اللي كنت أنا متوقعه واللي كنت أنا يعني أبيه يكون بالأبليكيشن هذا. مراحل عمل التطبيق. أول مرحلة كون أن هذا توثيق، والتوثيق طبعا يحتاج لمجهود، يحتاج لتركيز، يعني يحتاج للمعلومة الدقيقة والصحيحة. فشكلت مثل ما تقولين شكلت لجنة، ناس خبرة في التدوين الإيقاعات، وناس خبرة في الفنون الشعبية، علشان أخذ منها المعلومة الصحيحة. فمرينا بأكثر من مرحلة. أول مرحلة كانت هي تجميع الإيقاعات بالشكل الصحيح. بعدين دشينا بالمرحلة الثانية اللي هي تدوين الإيقاعات، والتدوين مر على أكثر من متخصص، منهم الدكتور محمد البعيجان، الدكتور محمد باقر، أستاذ فهد الحداد، أستاذ منير الحريري، أستاذ إبراهيم طليحي، بالإضافة أن أنا كنت معاهم في التدوين. لما اتفقنا على التدوين كلنا مع بعض، شفنا أن هذا التدوين الصحيح واعتمدنا التدوين. المدة الزمنية وجمع المعلومات. من خبرتي بالفنون الشعبية والإيقاعات الكويتية، طبعا يعني أنا ما أخذها من الصغر، وزيادة حرص وزيادة تأكيد هني اللي يعني كلمت الوالد الله يطول بعمره، كونه خبير بالفنون الشعبية، والعم عبد الوهاب الراشد، الفنان عبد الوهاب الراشد، والعم المرحوم سعود الضبيبي، هذيل اللي اجتمعت وياهم وعزفت أنا بنفسي الإيقاعات قدام. لما قالوا لي هذا الإيقاع صح، عطوني ملاحظات،
تطمنت هني أكثر. المجالات الموجودة في التطبيق، تقريبا التطبيق أو الصفحة اللي فيها الإيقاعات الكويتية تحتوي تقريبا على 32 إيقاع، اللي هم الإيقاعات البحرية الترفيه الحدادي والحدادي المخالف والحدادي الحساوي، عندك العدساني الخماري العاشوري السامري بنواعه الصوت بنواعه والفنون فنون العمل اللي هو الخطفة ولمة الجيب والسنجين. أهم الصعوبات اللي واجهتوها. الصعوبة اللي واجهتها في البداية، أول شيء كنت خايف من ردة الفعل، هذه أول شغلة كنت خايف منها. بعدين بحكم المبرمج ما كان بالكويت، كان في أمريكا، وفرق التوقيت بيني وبينه، وخاصة في هذه الأمور أنت تحتاجين مبرمج تكونين قاعدة وياه وتشوفين بعينك، فهذه يعني تقريبا بس ما كانت صعبة بس يعني الحمد لله تسهلت عن طريق الإيميلات والفيديو كول، وتسهلت الأمور ومشينا يعني حبة حبة على قولتهم لين الحمد لله خلصنا الصفحة كاملة. الاستفادة من السوشيال ميديا. استفدت السوشيال ميديا، أول شيء سوقت للألبوم، الناس عرفت المحتوى اللي أنا أقدمه، حاولت كثر ما أقدر من خلال التطبيق الإيقاعات والألبوم ضروب أني أنشر الإيقاعات الكويتية، تعرفت على باحثين، تعرفت على فنانين، تعرفت على عازفين، على مهتمين بالفنون الشعبية والإيقاعات الكويتية. نصيحة للشباب. أول نصيحة أقدمها للشباب أنك تكون أول شيء واثق من موهبتك، واثق من المحتوى اللي تقدمه، لا تحاول كلمة ممكن تحبطك تخليك تترك هوايتك أو الشيء اللي أنت حابه، بالعكس من وجهة نظري الإحباط هو اللي يولد النجاح. التكنولوجيا، العالم الرقمي، التواصل الاجتماعي، المشاريع الإلكترونية، التفكير والإبداع، طموح الشباب، حكومة إلكترونية فعالة، مشاريع تنموية. رجعنا لكم مع أستاذ ناصر العتيبي، وتساؤل عن أهمية تحديث بيانات المستخدم على تطبيق هويتي. طبعا تحديث البيانات جدا مهم وملزم يعني حقيقة على جميع المواطنين والمقيمين، حتى يساعد الجهات الحكومية من ناحية الربط الانتجريشن لتسهيل وتطوير خدماتها الإلكترونية. إنزين، خلينا نتكلم شوي عن الأعمار، هل الأطفال يقدرون يطلعون ينزلون أو يفعلون تطبيق هويتي، وشنو الأعمار؟ حاليا الأعمار بالنسبة للأطفال من 5 سنوات وما فوق يقدر يفعل تطبيق هويتي، لأن الأقل من 5 سنوات لا يوجد لديه صورة حتى نتحقق من هويته. صح. ولكن إحنا في تطوير مستمر لهذا التطبيق لمدى الحاجة اللي قاعد نتلمسها من الناس. قريبا راح نطلق ميزة إضافية، هي إضافة الأولاد اللي أقل من 5 سنوات إلى هوية ولي أمرهم. حلو، وبالتالي يصير أسهل عليه إنه يسوي معاملاتهم وغيره في أي نوع. إنزين، من ناحية الاستعدادات اللي قمتوا فيها كإدارة الدعم الفني وتجهيز هذا التطبيق، إيش كثر خذ منكم وقت، أوكي، وتخطيط وغيره في تطبيق أو تنفيذ التطبيق هويتي؟ طبعا هو التطوير والدراسة ومواكبة التقنية والتكنولوجيا هي مستمرة في المعلومات المدنية. يعني احنا بنتذكر نرجع للوراء في 2009،
ان يعني لما بدانا في الجيل الجديد من البطاقات الذكية اللي فيها سيم كارد اللي تحوي سيم كارد اللي فيها مميزات التصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني واللي استفاد منها يعني جهات عديدة حقيقة في تطوير خدماتها. لكن مع التطور اللي حاصل واعتماد أغلب المواطنين المقيمين على الأجهزة الذكية حقيقة يعني بدأنا نبحث عن تقنية حقيقة لتطوير خدمات البطاقة المدنية على الأجهزة الذكية. فبدأنا يعني في نهاية 2018 بداية 2019 أخذ منا الوقت تقريبا سنة حتى يعني رأى النور. نتكلم شوية عن تفاعل المؤسسات والجهات الحكومية الثانية مع تطبيق هويتي بس أول ما صار الإطلاق. إنزين وشنو ترتب عليه يعني هذا النوع من التفاعل إذا تكلمنا بشكل عام؟ حقيقة التفاعل يعني بدأ حقيقة من أطلقنا التطبيق واللي أعطاه زخم كبير حقيقة قرار مجلس الوزراء بالاعتداد بهذه الهوية الرقمية وإلزام الجهات الحكومية بالربط مع منصة هويتي لتطوير خدماتها والاستفادة من خدمات التوقيع الإلكتروني. فهذا أعطاها زخم تفاعل قوي. هناك يعني لا يقل عن 60 جهة بين قطاع حكومي وقطاع خاص للاستفادة من خدمات التوقيع الإلكتروني في منصة هويتي. كذلك تفاعل المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الخدمات بعد ربط جهات مع منصة هويتي منها يعني وزارة التجارة، بنك الائتمان، وزارة العدل، القطاع المصرفي يعني هو من أوائل القطاعات اللي ربطت مع المنصة. كذلك حديثا إضافة شهادات التطعيم. هذا أعطاه تفاعل. اليوم احنا نتكلم عن 2,600,000 مستخدم لتطبيق هويتي، رقم كبير في أقل من سنة ونص. هذا راح يساعد مستقبلا إن الجهات راح تربط مع تطبيق هويتي وتطوير خدماتها لاستفادة من هذه المنصة. حلو. شنو نتوقع من تطبيق هويتي في المستقبل القريب؟ تطبيق هويتي راح يكون هو البوابة الرئيسية لتطبيق الكويت الموحد للخدمات الحكومية. ممتاز. واللي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات المدنية اللي راح يطلق قريبا. تكلمنا أستاذ ناصر عن وين تشوف الكويت رايحة من ناحية التطور الرقمي والنقلة الرقمية بشكل عام؟ حقيقة أنا أشوفها يعني في خطوات واعدة للتحول الرقمي بالكويت. يمكن الكل لاحظها خلال جائحة كورونا. أغلب الجهات الحكومية بدأت تطور خدماتها للاستفادة من 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 احتياج الناس، من تفاعل الناس مع الخدمات. كذلك الدعم الكبير من أعلى المستويات يعتبر التحول الرقمي أحد محاور رئيسية في برنامج عمل الحكومة واللي توجها لأول مرة بالكويت استحداث وزارة خاصة للاتصالات وتقنية المعلومات عليها مسؤولية كبيرة للتحول الرقمي اللي الآن تشرف عليه الدكتورة رنا الفارس اللي قاعدة تعطي يعني دعم كامل للتحول الرقمي بالكويت اللي راح يتوج قريبا حقيقة في إطلاق تطبيق الكويت الموحد للخدمات الإلكترونية سهل اللي راح يكون بوابته تطبيق هويتي. ممتاز ممتاز. وكذي نكون انتهينا من حلقة تطبيق هويتي. نشوفكم في حلقات جاية وكل الشكر أستاذ ناصر على قبول الاستضافة ونشوفك في مراحل أفضل إن شاء الله وتحديثات أفضل لتطبيق هويتي إن شاء الله. وشكرا على الاستضافة. حياك الله. التكنولوجيا، العالم الرقمي، التواصل الاجتماعي، المشاريع الإلكترونية، التفكير والإبداع، طموح الشباب، حكومة إلكترونية فعالة، مشاريع تنموية. We'll be right back.
في فقرتنا سوشيال توك نسلط الضوء على الشباب اللي حققوا نجاح كبير في عالم السوشيال ميديا واستخدموا التكنولوجيا والتطبيقات والبرامج بشكل إيجابي وفادتهم في حياتهم المهنية. وضيف فقرتنا اليوم بشار الناهض، صاحب فكرة تطبيق خدمات تمكين التجارة الإلكترونية من تخزين وتجهيز وتوصيل جميع المنتجات. فكرة عمل التطبيق جتنا فكرة امباور من واقع الحاجة في سوق الكويت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمات تمكين التجارة الإلكترونية e-commerce fulfillment services. نقدم في امباور خدمات التخزين والتجهيز والتوصيل للمتاجر الإلكترونية. مراحل عمل التطبيق بدايتنا كانت في دراسة السوق العقاري لمعرفة الأسعار المتوفرة في القيم الإيجارية، وبالإضافة إلى دراسة حاجة السوق لهذا النوع من الخدمات ابتدينا في مشروع مصغر كبايلوت، وطبقنا أدوات اللين ستارتوب الأسلوب اللين في إدارة المشاريع. فريق العمل ودور كل فرد فيه تتكون امباور من 5 فرق رئيسية: الفريق المالي والفريق التشغيلي وفريق المبيعات وفريق التسويق بالإضافة إلى فريق التطوير. تقوم هذه الفرق بأعمالها بشكل متناغم بما يحسن من جودة الخدمة ويساعد على رفع الكفاءة. المجالات الموجودة في التطبيق الفكرة من امباور أن نساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على تنفيذ مشاريعهم بشكل يقلل عليهم التكاليف ويساعدهم في الانتشار في الأسواق، وهو التركيز على الفكرة الأساسية من المشروع. أهم الصعوبات اللي واجهتوها من أهم الصعوبات اللي واجهتنا ارتفاع القيم الإيجارية في المدن الصناعية وهو الغذائية المرخصة. نطمح أن تكون في الكويت مدينة لوجستية متكاملة لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستفادة من السوشيال ميديا لا شك أن لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في نشر فكرة امباور والوصول إلى العملاء المحتملين والتعاون مع المؤثرين في مجال المشاريع الصغيرة ساعدنا في الوصول إلى الشريحة المستهدفة بشكل أفضل. من أهم خطط التنمية المستدامة لكويت جديدة 2035 التركيز على الرأس المالي البشري الإبداعي. رأيك بالنسبة للشباب الكويت المبدع؟ على الرغم من تحديات الواقع الحالي أنا متفائل في المستقبل، ونتوقع أن تكون الكويت رائدة كما كانت في عالم المال والأعمال. نصيحة للشباب: الانطلاق في عالم التكنولوجيا لا حدود له، ويمكن للشباب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي بما يصب لمصلحتهم ومصلحة مشاريعهم ومصلحة المجتمع. في كل حلقة نتوصل حق توصيات مهمة جدا، فتوصيات حلقتنا اليوم انك اول شيء تنزل تطبيق هويتي، تفعل معلوماتك وتحدث معلوماتك في تطبيق هويتي، تفعل الاشعارات في تطبيق هويتي اساس تكون متواصل وعلى علم في اهم الامور اللي هويتك الرقمية والشخصية تحتاجها من تحديثات. وبكذي نكون خلصنا حلقة اليوم لأهم إنجازات الكويت
وهي الهوية الرقمية. نشوفكم في حلقة جاية.